يا ريتش تكوني معي حتى يكون للسؤال وجه واحد جواب واحد. أنا أعرف من أنا، من هين جيت، هين تربيت، لكني ما عرفت من أبوي. قلتي لي مات وسكت السؤال من ذاك اليوم، لكنك لما قلتي إن أبوي هو اللي رباني ما اللي رماني، عزف السؤال على مواويل سهري ليالي وليالي. كانت دموع أحرى من إن عيني تبردها، كانت أقوى من إن خدودي تيبسها. وهذا السؤال وهذا اليوم مثل أمس، لكني أنا ما أنا أكبر بس أضعف من أي مفاجأة، أضعف من رغبتي إنه يكون هو أبوي. بعدك ما نمت، وكيف تبغاني أنام وأنا أعرف أني أنا المقصود من بينكم؟ هذا مجرد تخمين، ما تأكيد. يمكن أنا المطلوب أو سعد أو كلنا مع بعض، يمكن هذا صدفة وخيال وإحنا صدقنا. خيال؟ كيف ممكن يكون الخيال صدفة؟ أنا ممكن أصدق أن الخيال يتحول لواقع، لكن ما يكون في صورة مباشرة وما يكون صدفة. يا سيدي خلي صدفة وبس. لكنها صدفة قلبت في داخل صفحات ما ظنت أن حد بقراها غيري. أنت خليها داخلك وقراها لنفسك. لكن اليوم أبغى أقول، اليوم بالذات يا أحمد لازم أقول، لازم. إذا كنت مصر أنا بسمعك وبسمعك الآخر بعد. لما سألتهم عن أبوي قالوا لي إنه مات قبل على أن ولد. أمي كانت صدبقها عنه وهي تخبرني عنه، ما أعرف كانت تغالب دموعها ولا أنها كانت تخبي عني شيء. أيامها بديت أفهم. في يوم من الأيام جيونا خطار
اختلي بأمي. جلسوا يقادلوها وهي تنكر، يقادلوها وهي تنكر، في الآخر سمعتها تبكي. كانت الكلمات ما مفهومة، ولا حتى الموضوع كان واضح، إلا كلمتين بس: أبو سالم وأبو سالم، اللي هو أبوي. بعدين لما خرجوا، واحد منهم شافني في الحوش واقف، سألني عن اسمي. لما خبرته احتضني، احتضني بقوة وقال لي: أنت ولد الغالي. وبكى، تعجبت من موقفه. بس هذا ما يعني ان هذا الرجال هو ابوك، اصلا ما يعني ان ابوك حي. لكنها قالت لي وهي على فراش الموت، امي قالت كلام انا ما فهمته في هذيك الساعه، لكن اليوم عرفت معناه. انا عرفت انكم واعين، قلت اشارككم سهري. الظاهر ان النوم اليوم ما مكتوب لنا كلنا. اكيد في مفاجأة ثانية. سالم مقتنع ان الرجال الشهيب، قصدي ابو ناصر، ابوه. انت صدقت؟ هذيك الساعة كنا نتهرب من كل المقصودين، فقلنا ان لكني ما اتهرب، وانا بواجه ابو ناصر على اني ابن سالم. هذا اذا شفناه بعد الليله بدوره، بس هل عندنا في كل مكان. ما اعتقد تريد تكون ابنه وخلاص. واذا كنت ابنه، ليش ما يكون هذا بصدق؟ واذا كان هو يدور على ابن، ليش ما اكون انا هذا الابن؟ طيب قبل لا يدخل سعد، كده اتكلم عن كلام قالته امك. خالد، اتبتك يا ولدي قبل لا أترمل، قل لي سامحني. ايش يعني هذا الكلام؟ يعني ان ابوه حي. سالفة نسيتها لاني ما كنت محتاج لها. عادي، حتى ذكرياتنا صارت حاجة، مو ماضي مستمر نتطور فيه ولا بيه. أبدا ما صحيح. ولا بإيش تفسروا اللي حصلنا في الأيام الماضية؟ الماضي هو اللي فرض نفسه قبل لا نستدعيه أو نحتاجه. يعني تبغى تقول إن أبو ناصر أو أبو سالم هو جزء من ماضينا؟ أو ماضينا كله. ما لازم يكون ماضي أو ماضيك، يمكن يكون ماضي كثيرين غيرنا. كيف يعني؟ لا تقول لي ان ابو ناصر ولا ابو سالم هذا هو اللي بيرد على سؤالي. بالضبط. وانا اتوقع مفاجأة ثانية، ويمكن باكر. عبيد، وعبيد، انت بعدك هنا يا ولدي؟ انا ما ممكن اودرك هذه الليله واي ليله جايه. البارحه ضربوك، والله يستر. الله يستر مو بيسوي بعد. من هم؟ سعود وسيف. اللي ضربني ما سعود ولا سيف، اللي ضربني واحد ثاني. يعني
تعرفه أو أنت شفته؟ أعرفه يمكن، لكن شفته لا. قوم سير البيت، نام لك ساعتين واكل وراك شغل. يا عم علي يا عم علي، لا تحيرني أكثر ما أنا محتار. كيف تعرفه وأنت ما شفته؟ يمكن لأن المستفيدين من موتي كثيرين، أنا أعرفهم كلهم لكن ما شفتهم كلهم. أنا ما أعتقد أنك ممكن تأذي حد، لكن ليش يؤذوك؟ مو أقول لك أصلا لو جلست معي للصبح ما رايح تفهم. من جهة الفهم أنا ما أفهم كما قلت، لكن على الأقل أقدر أسمعك زين يا عم علي. قصتي يا عبيد مشكلتها إن ما حد فهم، كثيرين سمعوها لكن ما حد فهم، بس هم غير ما كانوا يبغوا يفهموها وانت باغي. الدفتر، أظن كل شيء مكتوب في الدفتر. ما كله يا عبيد، الباقي في القلب، واللي في القلب كثير. إلى متى بيتحمل؟ أخاف لا يتوقف نبضة قبل عن لا يوصل. منهم؟ قصدك أحمد وسعد وسالم؟ وليش هم بالذات؟ ويمكن يكونوا غيرهم، بس هم الأقرب. شباب رغم كبرهم لكن كأنهم ولاد أمس. تعذبوا لكن بعدهم صافي، ويمكن صفاهم العذاب. مثلك؟ مثلي؟ لا، هم غير أكيد. الليلة استغربوا غيبتي، لكن أحسن، يمكن ابتدوا يفكروا. مهما يكون الاتجاه اللي راحوا له، لكن البداية، وهذا يكفي تو. مو أقولهم باكر لو سألوني عن البيت. قل لهم بو سالم مريض، ولما يصحى بيطلبكم حتى تتفاهموا معه. بس هذا؟ وشوف رد فعلهم ايش يكون، وتعال خبرني باكر. لو ابغاك تسير البيت تنام شوية، توكل. اقفل عليك الباب من برا. لا انا وحدي جاي معاك، برقبي من داخل. توكل انت بس، توكل. أنت متأكد أنك ما تريدني جنبك؟ أنا دائما كنت وحدي وتعودت على الوحدة، صدقني أنا ما أشوف نفسي إلا فيها. زين، عقب تصبح على خير، ولا تنسى ترقم الباب من الداخل زين ما زين. ما يهمك، يلا على خير. على خير، في أمان الله. Oh.
اطلع يا ابو ناصر، اطلع يا ابو ناصر، شوف ولدك اطلع. ناصر، من مسوي فيك هذا؟ من ضارب منك ومشرخ ثيابك؟ ولدك ناصر حب، ولدك ناصر حب يا ابو ناصر. الله يجازي ابليسك، انت ما تجوز عن هذه الامور، نلقاك وحدك مشرخ ثيابك تابع لعمرك صبغ احمر. اذا ما تصدق تعال شوف هذا الدم صدق ولا صبغ، بتحصل كل قطره مني تقول لك ان ولدك ناصر حب. كم مره تجي تقول انك حبيت؟ اجي الف مره حبيت فيها. لا لا لا، هذه المره غير، هذه المره صدق. انا احب يا ابو ناصر، انا احب. صدق؟ عجب حرصني جاي منك. ها مصدق ابو ناصر ها؟ اذا ما مصدق شوف، شوف اذن فلعه، فلعه راس، وهذا بقص على هذا العين. ها شوف، باين انها صدق باين، لكن من سوى فيك كذاك؟ من هذا اللي ما يخاف الله؟ ابوها، ابوها اكيد شافك تعاكس بنته وتولاك. انت ما تجوز عن سوالفك هذا، متى بتعقل؟ اولا انا ما عاكست، انا شفتها حبيتها دخلت بيتها اخطبها. تخطبها؟ وكذاك بنات الناس خطبا؟ قلت لها انا حبيت بنتك وجاي اخطبها وباكر بنتزوج. تعرف ايش قال؟ قال سير جيب ابوك، وليش ما خطني معك؟ قال يطلع برا. قلت له بعد موافقتك، وهذا هو، كلمه مني كلمه مني، كلمه بوكس كلمه بفلعجه، وهذا ضرب. اكيد كسرت الرجال، وما بعيد يكون خذوه المستشفى. انا ما رفعت يدي، خليته يضرب مثل ما يبغى لحد ما تعب من الضرب. في الاخير نادى بشاكيره، شلوني ورموني في السكه. وجاي اني فرحان وتصارخ انك حبيت. حبيت يا ابو ناصر، والله العظيم حبيت. ايش انت ما فرحان عشاني؟ وهي يا الشقي مو سوت؟ ما اعرف. وكيف ما تعرف؟ ما مهم، المهم اني احبها. المهم خلا داخل، انا لا اسير مسخره قدام الناس، قدام السائر والجاي. خلا داخل، وانتم صغيرين ايه؟ ابوي على بيوتكم، يلا على بيوتكم. ما شفتوا احد يحب؟ قصدي ما شفتوا احد يضرب؟ انت متى بتعقل؟ متى بتعقل؟ انت دائما تقول لي اني افكر واحلم اكثر مني افعل. هذا انا اليوم ما فكرت، ما ترددت وخطبت. ايش يعني انضربت؟ لكنك حلمت اكثر يا ولد. اللي سويته ما يستوي هالايام الا في الحلم يا ولد. خلا داخل، خلا داخل. قرصني، قرصني يا ابو ناصر، انا اكيد احلم. ارجوك يا ابو ناصر، اذا كان حلم انا ما ابغى يفيق منه، اذا كان علم ان هذا اليوم هو يوم موتي. خل ادخل داخل، انت ادخل، خلنا داوي جروحك يا الشقي، وتقابلها كذاك بدمانك. خل ادخل، خل. ايه ما يصير، انا لازم لازم اتغسل واغير ملابسي. قال حاربك لكني ما صدقته. حارب؟ تفضل يا بنتي تفضل.
تهتموا كثير على هذا الحال ولا تبغوني أتكلم عنكم؟ تعال يا استاذ خلينا نمسح الدمامة على وجهي. تعال غرقك إلا حلمك، حلمك اللي غرقك. صباح الخير سعد. صباح الخير. الظاهر عليك ما نمت زين البارحة. هذا إذا نمت أصلا. أنا البارحة ما أغمضني قفل أبدا. كنت أنتظر الصبح. أول مرة أحس إن الصبح متأخر. أنت ما أعطي المسألة أهمية أكبر مما هي تستحق. يمكن ويمكن أقل من اللي تستحقه. على أي حال أنا اليوم لازم أخلص بعض الأمور. كيف يعني؟ ما بدك الشغل؟ لا لا ما أظن. صباح الخير يا حلوين. صباح النور. الواحد فعلا محتاج الكوب شاي بعد النوم الثقيل اللي عنده والحلم الغريب اللي حلمته. أنت كل يوم تصحى من نومك على حلم أو اثنين وعلينا نحن نسمع. لا بس هذه المرة لازم تسمعوني للآخر. أنا بروح أغير ملابسي، تأخرنا عن الشغل. حتى لو كان الحلم
عن ابو ناصر او ابو سالم؟ ما يكفي في الواقع ليل ونهار حتى في الحلم. الحمد لله اني انسى احلامي ما اتذكرها. قول حلمك سالم، انا تعبت. والله انت اللي خسران. انا بخلي الحلم لنفسي ما دام ما حد يبغى يسمعه. ها قول يا احمد، انا اريد اسمع حلمك. يمكن هذا الحلم يوصلنا الخيط، يدلني على شيء، اي شيء. اللي هو حلمي انا يا ولد الحلال، هذا مجرد حلم وانا اللي حلمته ما انت. حتى لو اريد اسمعك. مخبك الله يسلمك. حلمت ابو ناصر هذا يمشي في الليل فسيح أجرد وفي إيده عصا بالضبط مثل ما نشوفه هنا، الذئاب حوله من كل مكان، الذئاب تهجم عليه من كل صوب، ويا سبحان الله ما تقدر تصيبه بأي مكروه لين وصل الغافة أو سدرة ما أتذكر. قام وحط عليها شيء كذا مثل الحظ واختفى، مشى في الظلام. الذئاب تمت تحوم تحاول تاخذ هذاك الحرث لكنها ما قدرت توصل. حرث؟ انا هذه السالفه او هذا الحلم ما غريب علي. وانا بعد، بس بالنسبة لي هذا مو حلم. أنا سامع بهذه القصة. قصة؟ بالضبط. كنت وأنا صغير أسمع عن واحد غريب يلف ويدور في البلدين، يحل عليها والدنيا ظلام، عليه ملابس سفر، وجهه معفر لكن ثيابه نظيفة ومعطرة، يدق البيبان يسأل عن حلم، عن اللي كان له وصار لغيره، يسأل عن حلم يدرس القلب. الناس كانوا يضحكوا عليه ويعتبروه مجنون، وبعضهم كان يرحمه ويتصدق عليه، ومثل ما يجي من الظلام يختفي في الظلام يرجع للسيح الأجرد. لكني أنا أتكلم عن الحرز. جاينك في الكلام، جاينك في الكلام. في كل مكان يروح له أو بلاد يكون فيها كان يترك على غافة شيء يشبه الحرص، ما حد كان يتجرأ يمس هذا الحرص أو يتقرب. بعضهم قال عنه إنه ساحر. وحد قال إنه مجنون، وبعضهم قال عنه روح متعذبة تبحر عن سكون. الظاهر إن كلنا عارفين هذه السالفة. أنا بعيني شفت هذا الحرص. وأنا بعد. أما أنا فعرفت من هنا ابتدى. أنا لازم أروح البلاد وهناك بعرف كل شيء. لا يكون ساير تفتح الحرص. لو اضطريت بسوي. وإيش دخل أبو ناصر في الحرص؟ أحمد من كثر ما يسمع عن الحرص في صدره ومن كثر ما يفكر في أبو ناصر جمعها من الاثنين في حلم. بعدين بتعرفه أحلامه دائما ما لها معنى. وليش ما تكون السالفة اللي سمعناها بكلنا وإحنا صغار وفي بلادين متفرقة تكون مرتبطة بالدهشة اللي قاسم يعيشها هذه الأيام؟ أنتوا تأخرتوا عن العمل وأنا تأخرت عن مقصدي، وراي طريق طويل طويل، يمكن أطول طريق مشيته في حياتي. سعد، سالم، أنتوا متأكدين إن إحنا سمعنا هذه السالفة في صغرنا؟ مين؟ أنا بيت عم علي.
فين عم علي؟ صباح الخير عبيد. انت بعدك ما صرت الشغل؟ لا رايح، بس قلت امر عليك، يمكن محتاج مني شيء ولا شيء. يمكن تمر علي الظهر ما بتلقاني، لاني بخرج عندي شويه شغل. بس انت بعدك ما صاحي؟ انا ما لازم انتظر يا عبيد، لازم اتحرك اسوي شيء. لو اني ما فاهم منك، لكن كما يقولوا ان في الحركه بركه. هذا انت قلتها، في الحركه بركه. ما يصير اكون انا اللي جالس وانتظر وبس. يلا، بغيت مني شيء؟ لا احسنت، بمعنى الله. بمعنى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. ذكري. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبحك الله بالخير أبو حمود. صبحك الله بالخير. ها سليمان، بشر. ما قدرت أجلس في البيت. إيه. قلت أجي أساعدك شوية. على الأقل. أصف عنك الأغراب. صف عني الأغراب؟ نعم. أنا قايل لك ما تجي إلا وعلى لسانك موافقة بنتك. إذا كنت جاي على هذا الأساس استريح، ولا روح ارتاح في بيتكم. قال عمرك. ها؟ أنا ما سألت، لكن إن شاء الله. إيه؟ اليوم إذا ربك راد بفتحها. فتحها؟ نعم، إذا الله. سليمان. نعم الله. روح دور لك شغل ثاني يا حسن، روح. شو؟ شغل ثاني يا أبو حمود وأنا في هذا العمر؟ من بيشغلني؟ أي حد؟ أي حد ما يكون طماع في نظرك بزواجه من بنت. أي حد ما يستغل حاجتك وعملك، ما هذا أنا في نظرك؟ صدق إن أنا عارف كل شيء وعاجبني. أنا يا أبو حمود ما قلت ولا حتى تجرأت إني أفكر في الموضوع. ولا قول وتجرأ. أنا أبغاك تقول وتتجرأ عشان نكون واضحين. اسمع سليمان، شغلك مقابل بنتك. ولك مني اني اسكنها في احسن وارقى الاماكن. انا اصلا ناوي اودر هذه الحاره، ناوي اودرها. الى متى بصبر وببخل على نفسي واقول هذه حارتي ما بتخلى عنها؟ لا، إذا كان أقرب الناس على نفسي ما بحاسين بمشكلتي، من هنا روح أتزوج. قلت بنت حارتي أو لا؟ ولا أنا غلطان يا سليمان؟ حاشاك يا أبو حمود أنا غلط. حاشاك. أنا ساير، وإن شاء الله إذا الله راد برجع لك بالخبر اللي صرفه. إن شاء الله. تمام، الله يحفظك، مع السلامة. سلم سلم. الشاي هو خليه هناك. زوينة، باغية شيء؟ ناقصنش فلوس يا بنتي؟ لا الحمد لله ما ناقصني شيء، بس
بس ايش يا بنتي؟ بس بغيت اعرف ايش اللي بينك وبين عمي ابو حمود؟ ومن متى انا اقول لك على اللي بيني وبين ابو حمود؟ البارحة انتظرتك لما رجعت، اول مرة احس ان خطواتك متثاقلة وكأنك تحمل جبل على كتافك. يمكن لاني كنت تعبان او اني فعلا كبرت. لما دخلت تنام في الغرفة قصوتك منها وكأنك تتألم. انتي اكيد تتخيلي يا بنتي، تتخيلي حتى وانت نايم كنت تبكي. اول مرة سمعك تبكي. انا ابكي؟ وتقول لي اللي بينك وبين عمي سعود ما يهمني؟ يوم يجي الوقت المناسب انا بخبرش، هذا وعد مني. انا تو مشغول، عندي شغل واجد. تعالي وراي وركم الباب، واليوم ما طلع من البيت. بس انا كنت بسير عند فاطمه بنت عمي سليمان، انا وحده ضقرانه في البيت. خليها هي تقيش. هي ما تقدر تيجي، هي دائما مريضه. انت اليوم ما تسير لها، خليها هي تقيش وتعالي رقم الباب، لا تفتحها على حد. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحقيقة موجودة؟ أيوة موجودة. بغى أكلمها شوية. من عندش يا عزة؟ هذا عمي سليمان. قولي له يطلع فوق. إن شاء الله. تفضل. يلا. يلا يا كريم يلا. هود هود يلا. يلا 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 صباح الله بالخير الحقية. صباح الخير يا سليمان. أبو حمود راسلينك تجيب أغراض؟ أبو حمود طردني من الدكان. طردك؟ خلي بالي شخو في يدش. والله العظيم خلي بالك ومداري على الدكان كأنه دكان. ما معك انت يا ولد الحلال؟ ما قلت لي ليش طردك؟ وايش تبغيني اقول ايش الحقية؟ اخاف اتكلم وتحسبيني جاي افتن. لا يا ولد الحلال انت ما غريب. البارحة ابو حمود الله يطول في عمره جاء زارني البيت. هيك هو كان جاينك مو باغي؟ كان جاي يخطب بنتي فاطمة. انزين ومو فيها؟ فيها يعني انت راضية الحقية؟ عندي خبر بس ما كنت عارف انه باغي يتزوج بنتك. البارحة يوم فاطمة سمعت انه جاي يخطبها قامت تبكي.
تهالمه إن شاء الله، نسب ما يشرفها ولا إنه ما من مستواها. حاشا لله يا الحقيقة، أنا ما قلت كذا، بس أقول يعني هو أكبر منها، وبعدين عنده اللي أحسن منها. حسبت عقل بنتك يا سليمان، الكبر ما عيب يتعايب به الرجال، ولا هي بتحصل أحسن منه. وأما عن نفسي فأنا راضية، على الأقل بنتك أحسن من الخبلة عزة. يعني هذا شهرش الحقيقي، وما بتسمع مني غيره. أنا خايف على بنتي الحقيقية. خايف يا سليمان؟ خايف على بنتك من زواج يسترها وزوج يقدرها؟ ولا خايف عليها من لبسة غنية ولقمة هنية؟ انتو هين ونحن هين، مو بيقولوا الناس يا الحقيقة. أنا خاف الناس يقولوا إن سليمان زوج بنته علشان طمعان في فلوس أبو حمود. خليهم يقولوا، الناس في كل الأحوال تتكلم، وما حد يقدر يسكتهم غير تعب حلوقهم. ما أنا حيران، جيت حيران، وهذا أنا خارج حيران. بين أمس كنت بعدني أحسن، عمري ما احترت مثل هذا المصر، ما أعرف ما أقول. أنا في ذيك المرة يا سليمان طلبت منك ترسل لي فاطمة أشوفها، لا تنسى تخبرها تيجي اليوم. بخبرها، بجيبها وحدي. هيا هيا ندخل داخل وخفي يدش. وانتي هيا خلصي شغلش قبل لا يجي عمش سعود. أقول سعد، تفضل. تتوقع أن سالم وصل المكان اللي كان قاصدنه؟ وصل ولا لا؟ ما كان المفروض يروح، على الأقل مو لهذا السبب. أنا عندي إحساس غريب إنه ما بيرجع الليلة. لو يحصل لي إني أكون مكانه وأروح البلاد، ما أرجع أبدا. روحة سالم للبلاد خلتني أشتاق، أبعد أسويها أنا بعد. وتدور على الحرز، ما كذاك؟ هذا إذا كانت في حروز أصلاً. الغريبة إن قمنا نصدق كل شيء، حتى الأشياء اللي نقترحها. يمكن لا نبغى نصدق. كنا مرتاحين، كنا خاليين. أنا ما أعرف إيش يبغى منا أبو ناصر هذا، لكن اللي أعرفه إنه خلانا نفكر، خلانا نتذكر، خلانا نتحرك. على الأقل حتى هذا اللي سواه سالم بفضل أبو ناصر، ويمكن هو يبغي منا شيء ثاني. لكن الأكيد إنه في يوم من الأيام بنلتقي على الشيء اللي باغنه منا. السلام عليكم استاذ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله. يقول لك المدير خلص هذا الملفات ويبغاه اليوم. ولا يهمك يا طارش، حطه على المكتب. شهر تمر علي بعد ساعه. شهر طارش. نعم. ما قلت لنا ايش صار عن البيت؟ لانكم انتم ما سالتوني. وهذا احنا نسالك، ولو انه ما عاد يهمنا. عقب ما اقول. لا قول قول تقول. قول إذا كان هذا بريحك. أنا ما قدرت أكلم أبو سالم، لأن هذه الأيام هو ما صاحي، وبيطلبكم عشان تصيروا هناك تتفاهموا معاه لما يصحى إن شاء الله. من قلت؟ أبو سالم. قلت أبو سالم. أبو سالم. أبو سالم. 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 انت جرحت يدك؟
Thank you.